تمام دكتور، حتى حديثك يعني يتضمن نفسا مختلفا بعض الشيء، بإقرار التراجع سابقا، بإقرار وجود أخطاء، بإقرار التفوق الأوكراني في مراحل متعددة، يعني في تغيير حتى بنبرتك هنا، فرضته المعركة هذا التغيير؟ أنا لسه بنبرتي، أنا شوف صديقي، أنا أنتم من حوالي يمكن من حوالي 3 شهرين نتطلبوني في برنامجكم، فكان الوقت كان لسه ما في تقدم أوكراني، ماشي؟ يعني الموضوع الآن أنه كان في بعد التقدم الأوكراني تغيرت الأمور، يعني ما في نبرة، في أمور معينة، في تقدم للجيش الأوكراني، قال لك ما في تقدم للجيش الأوكراني يعني كان في تقدم، الآن ليس هناك تقدم، ليست النبرة، ولكن أنا دائما أقول الحقيقة في اللقاءات التلفزيونية، يعني هناك أمر واضح، حتى اعترف في وزارة الدفاع الروسية، هناك أخطاء شيء طبيعي، سيد الكريم حرب بلا أخطاء هذا أمر مستحيل، عدم التقييد، ما أنت تتفوق عسكريا دائما، التفوق العسكري بيكون الآن استخبارات عسكرية، فشلت الاستخبارات العسكرية الروسية في بعض المناطق أدى للتقدم، يعني بس فعليا التقدم اللي أخذوه أوكرانيا في مناطق اللي هي جنب خاركوف هذه لن تضم الى روسيا، يعني حتى فعليا الان تقول اذا ادت المفاوضات هي المناطق الاوكرانيه، يعني اذا بدات المفاوضات الان بين روسيا واوكرانيا، الاراضي اللي استرجعتها اوكرانيا هي اراضي بخاركوف، مناطق خاركوف، يعني فعليا هذه لن تضم الى روسيا. ماشي؟ فهذه المناطق يعني ليس من ما يسمى الكارثه خسارتها. طيب دكتور سريعا بس، حديثك الى اي مدى يعكس رايا موجودا في موسكو حتى داخل مؤسسات الحاكمة إذا بدك لناحية إجراء مراجعات إزاء ما جرى في هذه الحرب منذ انطلاقتها ومحاسبة وإجراءات وإقالات ربما؟ طبعا طبعا الدبرة تغيرت في موسكو، يعني كانوا هم دائما حتى بالسلطات الحاكمة حتى بالتلفزيون الروسي حتى بوسائل الإعلام وحتى ضمن حتى وزارة الدفاع، يعني إذا رأيت الآن كان هناك نوعا ما كل يوم في نشرة من وزارة الدفاع كانت فيها دائما لا تتكلم نوعا ما عن الخسائر، الآن نرى أن تتكلم عن الخسائر، هذا أمر مهم جدا. يعني نعلم جيدا أن الآن انتقلت روسيا نقلة نوعية الآن لما يسمى أن هذه الحرب، يعني نقلت المشاهد الروسي أو المواطن الروسي أن هذه الحرب تطول لفترة طويلة من الزمن وبالحاجة إلى نقل الحقائق صحيحة وبالحاجة إلى أن نعلم جيدا أن هناك عدم استهتار الجيش الآخر، يعني كان في واقع يعني. تمام دكتور، خليك دكتور محمود، هذا الواقع ما هي دلالته ساعة العقيد عندما يكون هناك الآن تحول روسي حتى في الخطاب الإعلامي إنه هناك كان في استهتار، هناك كان في أخطاء ولابد من المراجعات، هل هذا إقرار بالهزيمة طيلة الفترة الماضية بالنسبة لروسيا؟ لا يمكن أن نسميه إقرار بالهزيمة بقدر ما في جولة من جولات الحرب. نعم، لأنه أنت تعرف بأن الحرب يعني أن تتقدم في منطقة وتتراجع في منطقة أخرى لا يعني بأنك خسرت الحرب، يضاف إلى ذلك بأن روسيا استطاعت أن تحقق الأهداف السياسية التي انطلقت من أجل هذه العملية وسيطرت على جميع الأراضي التي قالت تريد بأنها تضمها إلى روسيا، لذلك نقول بأن هناك عملية إعادة تقدير للموقف. حاليا هي لا تسيطر على جميع الأراضي، خيرسون لا تسيطر عليها كاملة ولا زابوريجيا ولا حتى دونيتسك، هذه المناطق لم تكن أصلا من ضمن أهداف العملية العسكرية الخاصة. أهداف العملية العسكرية الخاصة كانت خاصة بإقليم الدونباس فقط، ولكن تم إضافة هذه المناطق بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية، لأن القوات الروسية عندما اندفعت في بداية العملية كانت الأهداف كبيرة ولكنها اصطدمت، لأنه إذا ما جئنا إلى عام 2014 عندما تم ضم جزيرة القرم، يعني هناك معلومات تشير إليها بعض الدراسات في مراكز الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت أن تتدخل في تلك الفترة لم تجد بأن هناك جيش أوكراني قادر على أن يقف بوجه القوات الروسية في تلك الفترة، وبالتالي أخذت تعد العدة منذ تلك الفترة ببناء وتحديث الجيش الأوكراني، وتم صرف ما يقارب 15 مليار دولار قبل أن تبدأ هذه الحرب. إذن هذه الحرب هي إعداد لفترة ماضية، وبالتالي أنا أقول بأنه روسيا خلال هذه الفترة استطاعت أن تقوم بعملية إعادة لتقدير الموقف، عملية لإعادة التموضع من جديد، عملية لإعادة التعبئة الجزئية، لأنها أدركت بأن هناك إشكال حقيقي بأن القوات المهاجمة دائما يجب أن تكون إما 3 أو 5 أضعاف المدافع، وبالتالي كان هناك خلل كبير جدا في موازين القوى البشرية. أما المناطق التي تم ضمها من قبل روسيا فأنا أعتقد عندما يكون هناك إمكانية على استثمار الفوز أو استثمار النصر في مناطق معينة
يمكن لهذه القوات أن تدفع للأمام بحيث إذا ما أرادت القوات الأوكرانية أن تقوم بعملية إعادة هجوم مقابل لاستعادة الأراضي، يكون الدفاع ليس عن الأراضي التي أرادت أن تضمها روسيا في الفترة الماضية أو حسب الأهداف السياسية، وإنما يكون القتال على مناطق أخرى تكون خارج المهمة الرئيسية للقوات. وبالتالي ما يجري الآن أنا أعتقد أنه هو عملية كر وفر ما بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، ولكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ميزان القوى ما بين الطرفين، ونضع بذلك بأن الغرب يقوم أيضا بتقديم مساعدات عسكرية ومعلومات استخبارية كانت سبب رئيسي في عملية اندفاع القوات الأوكرانية بالفترة الماضية واستعادة الكثير من الأراضي. أين الشواهد؟